ودكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم شارك النهاردة في حفل توزيع جوائز نظمه المجلس الثقافي البريطاني في مصر لعدد من المدارس ده في إطار مشروع لتطوير العملية التعليمية. نتابع التفاصيل في التقرير. باعتبار أن المعلم هو القادر على إحداث فرقا في منظومة التعليم، وكلما حصل على قسط من التدريب كلما باتت قدرته على إيصال المعلومة أكثر وقعا، ذكرت وزارة التربية والتعليم الكتاب التفاعلي من خلال تلك الشاشة الإلكترونية التي تعمل باللمس. المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، وأن رسالته تقترب من رسالة الأنبياء، لذلك عليه أن يعلم أنه هو الذي سوف يؤثر إيجابا في المجتمع غدا، وإذا كانت سوف تتم نهضة في مصر فعليها أن تقوم على أكتاف المعلمين. الهدف هو إلغاء الحفظ والتلقين والتطلع نحو المزيد من البحث والتفكير لحل المشكلات التعليمية المتعلقة بشكاوى الطلاب بالمرحلة الثانوية من طول وصعوبة المنهج. أنا كنت بقعد في درس واحد أجمع فلاشات متحركة عشان أجذب الطلبة، كنت بقعد بالساعات وممكن بالأيام، لكن الكتاب ده هيفيد الطلبة وهيجذب الطلبة للمدرسة، وفعلا بنشكر كل الناس اللي اشتغلت فيه، وفعلا حاجة ممتعة وجذابة، وياريت كل المناهج تبقى بالمنظر ده. وتبدأ وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة الثانوية للمواد العلمية حتى يبدأ استخدامها مطلع العام الدراسي المقبل، بعدما تم تجربة الشاشة الإلكترونية على نطاق محدود في العام الماضي. على هذه اللوحة الإلكترونية لن يكون هناك داع مرة أخرى للحفظ والتلقين ببرنامج تفاعلي لتبسيط المواد الدراسية للطلاب بالمدارس المصرية. هيلا أنزيل، الحياة اليوم.